صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت. صباح الخير مشاهدينا، اهلا بيكم. يوم جديد وحلقه جديده وصباح الصحه والجمال. النهارده يوم الاثنين 6 يناير 2020، 11 من جماد الاول 1441. كل سنه واخواتنا الاقباط والاخوه الاقباط بخير دايما وفي صحه وسعاده بمناسبه عيد الميلاد المجيد. مشاهدينا النهاردة الفقرة دي انتوا بتستنوها وبتحبوها جدا جدا ودايما بتطلبوها مننا، والنهاردة خصصنا الفقرة دي عن الأبراج، لأن الأبراج زي ما احنا قلنا قبل كده كتير ان هي بتقرب المسافة وبتعرف الشخص اللي قدامنا شخصيته ايه ومواصفاته ومميزاته وعيوبه. النهاردة مشاهدينا هنتكلم عن موضوع مهم جدا خاص بالأبراج، هنتكلم عن كشف حساب سنة 2019. كل واحد أكيد قدامه هدف أو قدامه موضوع أو مشروع، يا ترى هل هو حققه في 2019 ولا يا ترى إيه النتيجة سنة 2020؟ تعالوا نعرف مع بعض النهاردة مع خبيرة الأبراج ناجوليتا حافظ. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا ونكمل حوارنا. صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راح تنام. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راح. ورجعنا لكم مشاهدينا ولسه مكملين معاكم صباح الصحه والجمال، والنهارده فقره الابراج، وهنتكلم مع خبيره الابراج ناجوليتا حافظ عن كشف حساب او 2019. كل واحد حقق ايه في 2019، انت هدفك ايه ان شاء الله كمان في 2020. صباح الخير يا ناجوليتا واهلا بيك. صباح النور يا شيرين، وكل سنه وانتم طيبين. يا رب سنه 2020 تبقى سنه سعيده جميله. انا متفائله برقم 2020 الله ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. بس انا حاسه ان جوليتا كده ان 2020 في بدايتها بتبقى دايما نهايه سنه قبل كده، يعني لسه برضو ما اكتشفناهاش يعني هتبقى حلوه ولا ايه النظام. احنا بقى هنتكلم النهارده عشان ندي لمشاهدينا كده شويه تفاؤل وامل عن الابراج، وهنتكلم بقى عن كشف حساب سنه 2019. عايزه افهمك حاجه، اخر 3 شهور في السنه بيحددوا السنه اللي جايه شكلها ازاي لكل برج. لكل اخر 3 شهور، اخر 3 شهور في السنه هو 11 10 11 12، دول بيحددوا، بيكونوا حصاد السنه كلها اللي بيحددوا الهدف بتاعك ايه والخطوات اللي جايه ايه والرسمي. يعني انت بتفنشي حياه عشان تبداي حياه جديده. فالثلاث شهور دول هما اللي بيحددوا السنه اللي جايه هيبقى شكلها ايه. طبعا واحنا ما ننساش طبعا برج الجدي 1-1، كل سنه وهم طيبين. اتكلمنا انا باين الحلقه، احنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت. بس حد موصيني برضو ان انا اتكلم عليه الحلقه دي، لان طبعا كل سنه وهم طيبين وبخير. كل سنه وهم طيبين يا رب وسنه سعيده عليهم. وهي كانت يعني نقول 5-6 سنين اللي فاتوا بالنسبه لبرج الجدي كانت سنوات صعبه جدا. ان شاء الله بس بقول لهم ابشروا ان بعد العسر يسر، وان شاء الله نتوقع 2020 تبقى حلوه لبرج الجدي ان شاء الله. طيب ناجوليتا، عايزين نتكلم بقى عن الابراج كلها بشكل عام، عن في 2020 بقى كمان، يعني ندي كده نبذه مختصره للمشاهدين. ان شاء الله سنه 2020 جماعه كل حد متفائل بحاجه هتحصل. الرسول عبد الصلاه والسلام كان بيقول تفائلوا، توقعوا كل ما هو كويس، خليكم عند حسن ظن ربنا. حسن الظن ده هو معناه الايمان القوي، ايمانك بنفسك، ايمانك بربنا، ايمانك بقدراتك، ايمانك بحاله الرضا اللي انت فيها دي هتوصلك لحاله انك انت هتحقق اللي انت عايزه. حتى لو ما حققتش بنسبه 100% 90% 80% يبقى كفايه عندك حاله رضا. مش لازم كل الحاجات الكويسه اللي احنا عايزينها تبقى فلوس،
كله يقول سنه 2020 هتجيلي فلوس، ال 12 برج يقول هتجيلي فلوس. على فكره ممكن الفلوس تيجي لك وتاخد منك صحتك، ممكن الفلوس تيجي لك وتاخد منك مش هتخلف. لا ومش كده كمان، انه يعني ممكن حاجه تيجي تاخد حاجه لما تانية. بتسعى على طول بيجي لك الخير وبيجي لك الرزق وبيجي لك الفلوس وكل حاجه. بس فيعني مش لازم الخير يكون في حاجه اللي انت عايزها، ممكن تكون في حاجه تانية، بس مش عايزاك تركز في هدف معين، لازم تركز في حاجات كتير حواليك ممكن تكون مصدر السعاده ليك وانت مش واخد بالك. مش لازم مصدر السعاده فلوس، مش لازم مصدر السعاده يكون عمل، مش لازم مصدر السعاده زوج. ما كل واحد عنده 24 راوت، عنده كل حاجه. فلازم تبص لكل حاجه عشان تبقى حاسس بحاله الرضا وانك تقول على طول الحمد لله. وخصوصا بقى سنه 2020 دايما لازم يكون عندنا حاله رضا وتسامح، وفي اشخاص لازم فعلا تطلعيهم من حياتك، وفي اشخاص لازم يعني او على الاقل يبقوا موجودين. يعني عارفه زي ما بيعملوا غربال كده للسنه الجديده، يعني لازم فعلا الناس تلاحظ وتاخد بالها من كل تصرفات شخص علشان خاطر يتفائل ويحس بالامل. في ناس زي ما انت قلتي كده تحت الهوا بيجيبوا احباط. ايوه. يعني عايزين بقى نتكلم شويه عن الابراج اللي هي دايما تحس ان هي مش بتتفائل، دايما تحس ان هي عندها احباط او اكتئاب. هو اكتر ناس هم الابراج المائيين. يعني السنة اللي فاتت لما كنت بقول على توقعاتي ان برج العقرب والحوت والسرطان من الابراج اللي حظها هيبقى حلو في 2019 كانوا بيتجننوا ازاي، ولحد دلوقتي بقول الجملة دي فيقولوا ازاي احنا حياتنا كانت عذاب. احنا اكتر ناس هم الابراج المائيين اللي هم ما بيعرفوش يشوفوا الحاجات المادية، بيكونوا عايزين العطاء بتاعهم معنوي. فالعطاء المعنوي ده ممكن يكون حسي، مش لازم كل الناس هيدي لهم العطاء الحسي اللي هم عايزينه، فعشان كده بيبقوا عندهم حالة احباط كتير. اللي هي الابراج المائية اللي زي الحوت والسرطان والعقرب. فدول على طول لما بقول مثلا بيبهدلوني ازاي ما تقوليش كده، ده احنا الحظ وحش، ده احنا كذا كذا، عشان بيتجسد الـ 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 العطاء بتاعهم او ان هم عايزينه حاجات معنوية مش عايزين حاجات مادية. وطبعا الحاجات المادية دي بالنسبة لهم حاجات سهلة، الاكل والشرب الحاجات، الحاجات المعنويه الاحتواء الاحترام التقدير، الحاجات دي ممكن يكون الناس اللي حواليهم مش فاضيين عشان خاطر يدوا لهم الحاجات دي، فبالتالي بيحصل لهم حاله احباط ولا ده احنا حظنا وحش. طيب مين الابراج بقى اللي هنلاقيها نشيطه ان شاء الله كده في 2020 وبتكمل الهدف بتاعها وبتحقق الخطوات بتاعتها وبتستمر في الحياه؟ مش هنقول الاكثر حظا، انا يعني نقول اللي هي اكثر تفاؤلا وما بيحبطوش وعلى طول مقتنعين ان غدا ستشرق شمس يوم جميل، هم الاسد الحمل القوس. مفيش عذراء خالص يا نجوليتا. نحط كده ما هوائي برضو، مش هوائي العذراء واقعي. الحاجه كويسه يتفائل، حاجه وحشه يتشائم. العذراء والابراج الترابيه التفاؤل بتاعهم والتشاؤم بيجي على حسب الاحداث اللي حواليهم. في حدث صغير حصل خلاص انا تفائلت، حدث وحش حصل لا انا تشائمت، فهم على حسب الاحداث. بس بحس ان دايما اللي بيكون ترابي زي العذراء، انا فاكراها وائي اتضح ان هو ترابي، بحس ان هو يعني بيتعايش ويتعامل مع الحياه والحياه الاجتماعيه والشغل وكله، مش بحس ان هو بيكتئب مره واحده او لا هو يعني بصي هو يشتغل كتير ويصبر كتير وبعد كده ينفجر. بيستحمل يعني يقعد يستحمل، ما يحبش المواجهه، ما يحبش الزعل، يسامح بعد كده مره واحده بينفجر. هو يعتبر برج العذراء الفتره دي او في بدايه السنه هو في قمه الانفجار والتمرد على كل حاجه في حياته. ياه. بدا خلاص ياخد قرار. من اكثر الابراج اللي بقول عليها مع بدايه السنه، حلو احنا نقول بدايه السنه كل واحد ايه الخطه بتاعته اللي ماشي بيها، وانا اقول الخطه بتاعتك دي صح ولا لا، يعني احلى بكتير من حته ايه اللي هيحصل لي ولا ايه اللي مش هيحصل لي. انت حلو، يعني برج العذراء حلو جدا، بطل يستحمل، بطل يشيل في نفسه، بطل يسامح، بيقول خلاص انا وبعد الطوفان، يعني خلاص انا عايزه اقول يلا مصلحتي يلا نفسي، هحاول اغير من شخصيتي، هحاول اغير من ستايلي، عايز يغير في حاجات كتير في حياته برج العذراء. وهل ده عشان هو استحمل كتير ولا هل خلاص لا استحمل كتير، تجديد وتغيرات؟ لا استحمل كتير، يعني استحمل. لو انا اقول ليه 10 سنين برج العذراء وهو في عطاء مستمر لكل الناس اللي حواليه، محدش هيصدق. يعني العذراء من اكثر الابراج اللي عطاءه مستمر لي 10 سنين فتره طويله، فهو دلوقتي في حاله تمرد وبعد عن الشخصيه بتاعته اللي احنا عارفينها. فخلي بالكم في سنه 2020 برج العذراء يا جماعه مش هيبقى برج العذراء اللي انت عارفينه قبل كده. طيب معانا نهى. صباح الخير يا نهى، عامله ايه؟ صباح النور.
كل سنه وانت طيبه يا نهى وخير. وانت طيبه. انا ممكن اسال عن مواليد 28/8/2012؟ دي برج العذراء اهو، لسه بنتكلم عنه صح؟ بس هي طفله صغيره. ربنا يخليها لك يا حبيبتي. وانت برج ايه يا نهى؟ 1/6. انت 1/6؟ وهي بنتي 28/8. لا ده هي ما شاء الله، انا مش عايزه اقول لك اتعلمتي من نجوليتا بقى، حظها هيبقى رائع وهتبقى جميله وان شاء الله كده هتبقى حاجه حلوه قوي في المستقبل. ميرسي يا نهى يا حبيبتي. في حاجه تاني؟ اي استفسار تاني؟ ميرسي يا نهى، تابعينا. ولاء. طيب ناخد ولاء. صباح الخير يا ولاء، اهلا بيكي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، اهلا. صباح الخير يا حبيبتي. صباح الفل وكل عام وانت بخير. وانت بخير يا حبيبتي. لو سمحت انا مواليد 20/7 ومظبوطه 20/7، بس انا اساسا مولوده 18/5. لا احنا هناخد 18/5. طيب مش عايزه اعرف من ناحيه الصحه لو سمحت، ارجوك تجاوب على يعني الحاجه دي. حاضر. كام سنه؟ طب يا ولاء. انا عندي 32 سنه. 32؟ 32. هي بتسعى على صحتها هي. طيب يا ولاء يا حبيبتي، تابعينا. معانا نهى وولاء، نشوف نهى البنوته 28/8 ولسه صغيره، هي برج الجوزاء. هي العلاقه ناريه. الجوزاء والعذراء العلاقه بينهم ناريه جدا، فعلى طول في شجار مع بعض. بس حلو بنوت العذراء هتاخد حاجات كتير وصفات حلوه من الجوزاء. الجوزاء والعذراء ما بيتفقوش مع بعض؟ لا ما فيش اتفاق. اللي احنا ممكن نقول اتفاق كبير، وخاصه انها بنوت الاحتواء ده بنتها، يعني احتواء وتفاهم. لا هي شخصيه العذراء مع الجوزاء تمرد كتير، هم عقلانيين بس يتوافقوا في العقل بس، لكن كل واحد فيهم ليه مبادئه الخاصه اللي كل واحد عايز يشد الثاني لتفكيره. فبالتاني فكل الاثنين بيبقوا في حروب مع بعض بسبب حته كل واحد عايز يشد الثاني. فعشان كده انا بقول لولا هي حساسه جدا. يا نهى هي حساسه جدا، فحاولي تراي حساسيتها، عشان برج الجوزاء عنده المشاعر قويه شويه عن برج العذراء. فانت خلي طب هي ماما بقى هي تستحمل، لكن البنوته الصغيره هي بقى البنوته الصغيره حساسه جدا، تحاول تتابع معاها. مع ان العذراء طيب قوي في التعامل برضه. ما هو طيب، الستيبه بتاعته بتبقى مستفزه جدا لابراج مش شبهه زي الجوزاء. الجوزاء عكس العذراء كتير، فالطيبه بتستفز برج الجوزاء في العذراء، والقوس برضو بيستفزوا الطيبه بتاعت العذراء. طيب نتكلم عن عذراء بقى، يعني ايه الصفات والمميزات اللي هي طيبه جدا. اهم حاجه انه العذراء حساس جدا، وخاصته هو طفل. فلازم تاسيس العذراء الطفل وهو صغير ان الاب يكون قريب من بنوت العذراء او ولد العذراء، الاب بالذات، عشان خاطر بيعمل كونتاكت وقوه في شخصيه برج العذراء، وبيديله الاحساس بالامان، وبيعرف يختار او تختار بعد كده حياتها. طيب مظبوط. نشوف معانا ولاء. ولاء 20/7/18/5. هي عايزه 18/5. هي برج الثور. برج الثور من اكثر الابراج اللي بيخافوا على صحتهم جدا من هم صغيرين، بيبقوا واخدين بالهم انه ياكلوا الحاجات اللي فيها غذاء، الحاجات اللي فيها فيتامينات، يصحوا الصبح بدري، عندهم طقوس معينه في الاكل. فاكثر برج بيبقى خايف على صحته هو برج الثور، واكثر برج بيحافظ على صحته برج الثور. فلو هنلاحظ ان برج الثور من اكثر ابراج المعمره على فكره، من كتر ما هم صحتهم ما شاء الله، من كتر ما هم صحتهم كويسه وبيحافظوا على صحتهم من هم صغيرين جدا، وبيحبوا كل المأكولات وبيعملوا تشكيلات من كل حاجه، فبالتالي الموضوع ده بيبقى حلو. فيا ولاء الفوبيا بتاعت انك انت خايفه على صحتك دي شيليها خالص، دي هواجس. انت ما شاء الله صحتك حلوه جدا وبتعرفي تحافظي عليها كويس. طيب كويس كمان، يعني لما يكون التغذيه داخله في الموضوع. ومين برضو من الابراج اللي بيحبوا يهتموا بصحتهم وبيحبوا يخافوا على صحتهم والتغذيه المناسبه لهم؟ العذراء برضو. العذراء بس برضو في شويه اوقات بتفلت من ايده حته ان هو يهتم قوي. بس هو بيهتم، بس ما بيحبش يروح للدكتور العذراء. بيخاف من الدكتور. الثور يروح بيتابع اول باول. الثور ما هو غذاء واهتمام وصحه، وبيتابع اول باول مع الدكتور، فعشان كده اي كشف مبكر بيبقى اي حاجه عند الثور فبياخد باله منها، عشان كده هم معمرين. لكن العذراء مشكلته ان هو بيحافظ على صحته بس ما بيحبش يروح للدكتور للمتابعات، فعشان كده ممكن في وقت معين هو بيحس يمكن الدكتور بقى بيفتح مواضيع ثانيه، عشان عنده وساوس. عشان العذراء عنده وساوس، وعنده هلاويس، لو حاجه صغيره ممكن بالوهم يكبرها، فهو بيخاف من الحته دي.
طيب الوقت المشكلة بيجري بسرعة، تحبي تتكلمي ايه كمان عن احنا وهنقول كشف حساب للأبراج كلها اللي حصل لكم في 2019 والمفروض تعملوه في 2020. لو هنبدأ برج الحمل، برج الحمل من أكثر الأبراج اللي ليه 3-4 سنين ما شاء الله كانت الأمور عنده متظبطة، واثق من نفسه، عارف أهدافه، عارف طموحاته كويس جدا، محبوب من كل الناس لحد شهر 6/2019 وبدأ الكيرف بتاع برج الحمل في الهبوط. فعشان كده برج الحمل انتوا في حاله نفسيه مش حلوه، حاله ماديه برده مش كويسه، بعدتوا عن اصدقائكم الناس اللي بتحبكم واللي انتوا بتحبوهم، فحاولوا ترجعوا بسرعه للحاله اللي انتوا كنتوا فيها في بدايه 2019، الثقه بالنفس، الثقه في الناس اللي حواليكم، عشان تبداوا سنه 2020 وتكملوا 2020 بنفس الثقه اللي انتوا كنتوا ماشيين بيها في الاربع سنين اللي فاتت. طيب يا نجوليتا، مين الابراج بقى اللي عايزين نعرفها كويس جدا اللي بتبقى واثقه من نفسها غير الاسد؟ يعني في أبراج تانية بتبقى مهما جت الظروف، مهما جت مفيش فلوس الحياة، لكن يعني بحس ان هي مهما جت يعني العذراء والله انت عايزه اقول العذراء صح، بس دي حقيقة رغم الظروف والمر بيها وكل حاجة. العذراء، الجدي، الثور، يعني الأسد رقم واحد، بعد كده العذراء، الجدي، الثور، دول من أكثر الأبراج اللي ثابتين وجامدين رغم الظروف والحياة، عندهم ثقة وثابتين ما بيتهزوش بسهولة عشان مبادئهم. دول أبراج ترابية ثابتة. يعني إيه التراب؟ يعني أنت عارفة التراب، الأرض، الكرة الأرضية مش سهل حد يهزها لما يكون زلزال قوي، فهم ترابيين. وبحس دايما الأبراج الترابية إنها بتعرف تتعامل مع بقية الأبراج كلها، بيعرفوا يتعاملوا مع الناس، بس مشكلة الناس مش عارفة تتعامل معاهم. يعني هما بيعرفوا يتعاملوا مع الناس، لكن العكس هو ده اللي تعب الابراج الترابيه، بيبقى تعب الابراج الترابيه عارفين يدوا الحاجه الحلوه للناس اللي حواليهم، لكن مش عارفين ياخدوا منهم الحاجه الحلوه. مظبوط. طيب تكملي عن ايه كمان بقى؟ بعد كده برج الثور. برج الثور برضو. طب قبل ما نتكلم عن برج الثور ناخد ناديه. ناديه صباح الخير يا ناديه، اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح النور، عامله ايه؟ صباح الفل، اهلا بيك، اتفضلي. اتفضلي يا ناديه حبيبتي. بس انا عايزه اشوف برج الجدي من الناحيه الدراسيه. يعني برج ايه؟ برج الجدي من الناحيه الدراسيه. انت يا ناديه؟ انت سامعه؟ انا مش سامعه. برج الناحيه الدراسيه. انت يا ناديه؟ انت في سنه كام؟ ثالثه ثانوي. ربنا معاكي يا حبيبتي. ثالثه ثانوي. ربنا معاكي يا ناديه حبيبتي، وربنا يوفقك. بس انا عايزه اشوف من الناحيه الدراسيه، يعني سنة 2020 يعني. بس انت شاطره يا ناديه. انت شاطره جدا على فكره، ما شاء الله، الله اكبر عليك. ميرسي يا ناديه حبيبتي، تابعينا. طيب يا نجوليتا، عايزه الناحيه الدراسيه. ناديه اساسا شاطره، فهي ايه من كتر ما هي شاطره خايفه تكون مش مصدقه نفسها. او يعني اللي هيتصل يسال السؤال ده لازم يكون شاطر، مش هيكون واحد مهمل او مش مهتم بدراسته وهيتصل مخصوص عشان يسال. فانت يعني يا ناديه عايزه حماس، فانت يا ناديه ما شاء الله شاطر اساسا، بس انت ما قلنا احنا بنقول لك انك انت ما شاء الله كويسه، كملي على الخطه اللي انت فيها، بتعرفي تنظمي وقتك كويس، بتعرفي تذاكري كويس، واثقه في نفسك جدا. اهم حاجه خلي ايمانك بربنا قوي جدا، وان شاء الله تفائلي بسنه 2020 عشان سنه حلوه جدا ان شاء الله. مواليد برج الجدي ان شاء الله يا رب. انا بتفائل الصراحه، وكمان هو اول برج بقى كمان يعني واحد واحد فكل سنه وهم طيبين. طب من الناحيه العاطفيه، من ناحيه برج الجدي سنه 2020 ان شاء الله، هل الاستقرار عنده ولا في تغيرات برضو زي معظم الابراج؟ بص، اولا موضوع الجواز والارتباط ده عند ربنا، ودي بتبقى طاقه معينه، كلنا بتبقى عندنا طاقه معينه في اي علاقه عاطفيه. الطاقه ده انت عايز تخلصها 100% هتخلصها في بدايه العلاقه ولا هتوزعها؟ فعشان كده انا بنصح كل الابراج وكل الناس اللي سامعين انكم حاولوا توزعوا اي طاقه حب اللي هي 100% على مدى وقت طويل. ما ينفعش اول ما نبدا العلاقه نطلع كل المشاعر بتاعتنا اول باول، فبالتالي العلاقه بتنتهي ما يبقاش في طاقه بعد كده. طبعا. طيب يا نجوليتا، تحبي تتكلمي برضو عن برج الثور؟ لو هنقول برج الثور كشف حساب ليه في 2019، برج الثور كان تايه كتير في 2019، كان مش عارف هو عايز ايه بالظبط، حتى الناس اللي حواليه كان مش عارف مين اللي معاه، مين اللي بيحبه، مين اللي ضده، فهو كان يعتبر بعيد عن الاحداث. برج الثور سنه 2019 هو كان من بعيد عن احداث من 2018، فهو مازال لحد هذه اللحظه بعيد عن الاحداث برج الثور، بس ان شاء الله هيدخل دائره الضوء شويه في 2020 وهيبدا يظهر، بس هو يعتبر واخد دكه الاحتياط شويه زي ما بقول في 2019. فحاول اي خطا
اي خطر انت تحس بيه في 2020 ادخل واقعد على الدكه بتاعتك الاحتياطي من بعيد واتفرج عشان ما يحصلكش ايه مشاكل زي ما حصل في 2017. والله يعني جوليت انا حاسه ان المناخ بتاعنا كله بيتغير الصراحه. المناخ والطبيعه والجو حاسه ان في تغيرات في كل حاجه الصراحه. يعني اول الطبيعه ما يحصل فيها خلل او يحصل فيها تغيير الانسان بيتاثر طبعا عشان طبعاً. هو عايش في الطبيعه وفي المناخ ده كله. اول ما فيش حد من سنه 2019 ما اشتكاش منها. مفيش حد ما حدش ندل معاه في 2019 وعز الناس او استغله فهماني او كذب عليه. يعني اي حد من ال 12 برج في 2019 قابل حد لا ندل معاه لا غدر معاه لا استغله لا سرقه لا كذب عليه لا 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 اتصدم فيه. كل الصفات اللي احنا ممكن نقول عليها تواجدت في 2019 لل 12 برج طبعا. بس مش نهايه المطاف. لا لا مش طبعا نهاية المطاف. اهم حاجه تبقى ايمانك وقوه ايمانك بنفسك اكتر بكتير من الناس اللي حواليك. انت تستمد طاقه ايمانك من نفسك مش هتنتظر حد ان هو يديك او ان يكون صادق معاك. كفايه انك انت تكون صادق مع نفسك والثقه بالنفس فعلا وتبقى صادق مع نفسك فعلا. ده احلى أيوة. كلام وننهي بيه طبعا يا نجوليتا وكل سنه وانت بخير يا رب وعام جديد علينا. مصر كلها جميله وسعيده ويا رب سنه 2020 تكون سنه جميله يا رب ونتقابل تاني والناس تحقق كل احلامها يا رب يا نجوليتا. ان شاء الله بشكرك جدا خبيره الابراج نجوليتا حافظ وان شاء الله يكون لنا لقاء تاني إن شاء باذن الله. ميرسي يا نجوليتا. مشاهدينا يا رب تكون الحلقه عجبتكم وطبعا بنشكر خبيره الابراج اللي كانت معانا النهارده نجوليتا حافظ وبرج الجدي. كل سنه وهم طيبين وعام جديد يا رب عليهم ويا رب تكون الحلقه عجبتكم واشوفكم في موضوعات جديده وحلقات مختلفه وصباح الصحه والجمال. يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير والجمال والشمس هي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير.